صباحكم سعادة يا رب تسكن قلوبكم وفرح يملى بيوتكم. أنا وعروستنا صحينا، باقي ما شاء الله عليهم لسه نايمين، بس صار لازم أصحيهم عشان نبدأ نجهز حالنا. أنا بالنسبة لي هذا اليوم الموعود، هذا اليوم اللي تنتظره كل أم، الله يبلغها إياه إن شاء الله. وصلت السولة أخيرا، ومازن واسم جبونا طبعا جلونا هنا لحالها. واسم يتمرن كيف يشيل العروس بعدين، وأسيل خايفة تتكسر رجلها. سمورة وصل، خيلانة حاطينة، تعالوا وسمير يكون في لطوف البحر. هذول خوال بالله. اهلا اهلا، وصلت معصومه. هلا حبيبتي، شو الاخبار؟ لونج تايم بنت بطوطه، كل يوم ببلد مسافره. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عمري، نورت البحرين حبيبتي، منوره بوجودك. معصومه اليوم بتسوي لنا الميك اب، شفتي شفتي التيشيرت اللي لابستها؟ ما اصدق، متخيله شلون تجي ام العروس هالكبار؟ ما تتخيل، البارح نايمه جنبي بالليل وقاعده امسح على ظهرها، مو جايها نوم، فقاعده اقول يا الله، كان عمرها 3 سنوات وانا امسح على ظهرها عشان تنام، والحين بكره عروس زي الحل. بس حلو يا رب ان شاء الله يسلم على خير. بس صدمت ان انت ام العروس اليوم، يعني اليوم اختي العروس، اوكي؟ اي بنتها بعد، ما عندي مشكلة. ما هي صاحبتي أكثر من بنتي. حبيبتي بديت قلبك. عفاف العصفور حبيبتي هي اللي بتسوي شعري اليوم، طبعاً خلصت شعر جيلان عروستنا وباقي شعري، وجيلان صار لها 2 شهر تمدح شغلك. حبيبتي. وأنا أعرف بنتي بيكي ما يعجبها أي شيء، فقلت دام إنه عجبها معناته أكيد شطورة. أنتوا تحلون الشغل، ما يحلون. بديت قلبك حبيبتي. أنا صرت جاهزة وباقي الحين السولة، معصومة بتبلش تعملها ميك اب. حسن اليوم هو اللي بيصورني وهو حاط مود الأغاني، المهم مزاجي يكون أوكي عشان الصور. أشياء عجيبة إن شاء الله. يقول لي دائما يجهزون بالليل، إحنا جهزنا بالنهار عشان الإضاءة. لأنه صراحة المكان حرام، ما الواحد يستغله. حسن مصمم إني ما أروح العيد اللي أسمعها الأغنية أول. عندك حسن أنت جو. أحلى الله يبارك فيك، الله يسامح، الله يسعدك يا رب. تسلم معصومة. لسه طبعا انا معصومة خلصت اسئله، الحين تشتغل نعيمه اختي، بعدين نيجي تنتظر دورها. لا التسريحه تحفه.